www.sudanesesongs.net. أيها السادة الكرام، تحية والاحترام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الجلسة الفنية الجديدة. جلسة مع منظور مسيلة، جلسة مع منظور مسيلة. جلسة ما منظور مسيلة، والله ما منظور مسيلة، وما منظور مسيلة فعلا، لأنها مع سنجك الموسيقى السودانية الفنان الكبير بشير عباس. اهلا بك يا استاذ بشير، قبال الترحيب. عايز اولا احيي عبرك اهلنا في حلفيه الملوك، واحيي اسره الرجل الكبير العريق نصر بشير، هذه الاسره التي جمعت، اذا كان بيقولوا السيف والقلم، فقد جمعت بين السيف والنغم، فمنها القائد العظيم حسن بشير نصر، والعسكري الكبير بشير حسن بشير، ومنها صديقي عليه رحمة الله طه بشير نصر، أشهر شايقي في حزب الأمة، ومنها طبعا الفنانة أسماء حمزة، ومنها صديقي الذي فقدته مبكرا، ذلك العزيز العظيم مامون عثمان بشير. وإذا كانت هذه الأسرة الكبيرة هي أسرة عسكرية فعلا لها صلة بالدفاع عن الوطن، ولكن بشير عباس اختار أن يسري وجدان الوطن وفي ذلك دفاع عن الوطن، واختار أن تكون ريشته سيفه، وهو سيف بتار، أسرى به الوجدان وقدم به أجمل الألحان التي سكنت في نفوس السودانيين، ونحن حنعيش معه لحظات جميلة إن شاء الله أنا والشباب ونستمع إليه. وأنا عايزه في الأول يقول تحيته حتى بعدين أدخل معه في الرجة. فضل يا أستاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أصلي وسلم على رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أفتكر يا أخي أنت ما خليت حاجة عشان يعني لعندك بتقوله ما أنا يعني مهما كان. أولا أنا سعيد جدا جدا كون ألتقي بك، يمكن بعد أكثر من ما لانك أكثر من 35 سنة تقريبا ما التقينا يعني. طيب ما معوجك معلم، يعني كنا طوالي قبل في الستينات بالذات. نعم. بداية الستينات. نعم. ذكر رحلات من الجنوب. نعم نعم. ويعني مهم والغنى. أنا يعني في هذا الشهر العظيم أحييكم وأحيي الشباب من الفنانين والفنانات الأمامي الآن،
دي يعني ما كنت متوقع يعني الواحد يلتقي بشباب شباب الفن من الفنانين والفنانات حافظين على حالك وبحبوك جدا وعايزين يغنوا لك. والله انا سعيد كونه يحفظوا لانه انا دعمت مش عملت لناس معينين. نعم دعمت للاجيال والاجيال القادمه و هيكون مجرد يمشي لحد ما اهو ده اذن يا شباب غنوا عليك. ايوه غنوا عليكم وانا بالذات عباس عمل لكم كلكم انا بالذات مع الشباب مع الفنانين الشباب. نعم لانه عجله الفن دايما قلنا دايره ما متوقفه على عدد من الناس لا علي بشير عباس ولا غير بشير عباس. بشير عباس ممكن يعمل زي اللي سبقوه في انه عملوا اعمال فنيه. جو الشباب بعد كده غنوا وهكذا يعني العجله دائره. فانتوا حرين تختاروا ما تختاروا وانا بكون سعيد جدا جدا لانه انا حنقعد لمتين ما خلاص لغد يا اخي طول عمرك بلغنا من العمر. لا 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 خليك عاقل. قبال ما نرجع ل 35 سنه عايز صباح وطه البدينا بها تحيه دي نكملها مع الاستاذ بشير ونرجع الى ذكرى قديمه في القاهره. انا والله لا اسمعهم عشان كده ما داير الشغل نمسيب العود مع الاخوه الفرقه الموسيقيه. تفضل يا استاذ يعني بقياده الاخ محمديه برضه. نعم يعني نحييه استاذ محمديه عندنا عنه كلام لكن خلي بعدين. الفرحة الليلة في رجلها
خليكم. انا عندي قصه مع محمديه وبشير عباس، لكن بتاعت محمديه وبشير عباس دي ناجلها لانه ده ذكرني قال 35 سنه، دي 50 سنه عظيم الله عارف ايه. لا بتاعت القاهره احكيها لكم. عزمنا عمنا مصطفى كامل الموسيقار المعروف استاذنا كلنا بتاع القانون بتاع القانون الاغاني السودانيه. ايوه فعزمنا وكان يوم مولد وعزم التاج الله يرحمه والعاقب الله يرحمه ومسينا عنده وجاب عواد مصري قاعد يعزف. فالتاج بيتدخل معاه في العزف الشرقي فيقول له لا هي مش كده، لا هي مش كده. بعدين قام في الاخر اخر السهره قال والله بكره اجيب له بشير عباس يطير عفاريته. قال لي مصطفى كامل تعزمنا بكره كمان. فقال له مصطفى كامل تفضلوا هاتوا الاستاذ بشير معاكم يلا. فجينا تاني يوم كلنا نفس القعدة. أول ما قعدنا طوال التاج قال لي بشير سمعنا حاجة والله عزم بطريقة خلت الراجل العواد بعد كده كل ما نقول له عزم حد يقول لا لا معقول في وجود الأستاذ معقول لا 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 مش ممكن في وجود الأستاذ. أنا أذكر عزفت حاجة أنت للصنباطي ولعبد الوهاب يعني أخذت لك ساعة. كان ما كان المناسبة المولي نعم. فالمعروف أنه القصيدة نعم لحن الصنباطي وأنها أم كلثوم نعم. ولد الهدى الشوكي آه فالكائنات ضياؤه أيوة. نعم
فدي ذكر ان يعني عزفتها بدأت بها انت وبعدين بها. نعم يا ريت تسمع الشباب منها. طيب اديني كده دقيقة يكون في فرق ما بين الخماسي والشرق. اي هناك ما يجي الضغط هناك ما لخبط. انا يعني ادهشني فعلا ادهشني اقصد الاداء بتاع نور بيتنا الله يخليك. ده يؤكد كلامي ان عجلة الفن دائرة. الشباب ده ادى نعم المقطع او الاغنية دي باداء يختلف من الاداء مثلا الادو مثلا البلابي. نعم تشعر نعم. فيه الشبابيه ادو باحساسهم هم يا اخي. ايوه تشعر نعم. فيه الشبابيه وال نعم. والشبابيه فيها الصوت الجميل والاداء نعم. الجميل نعم. الله يعني انا لاول مره طبعا اقعد في جلسه يعني فيها الشباب ده من الفنانين وبالذات ابننا طه يعني وابنتنا صباح. صباح نعم يا صباح الفل. صباح النور بختك اللي لا 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 دخل دخل على الموضوع ما قلت لانه ما عرفتوني بالبدايه يعني ودي فلان لكن يعني ادوا الاغنيه اداء جميل بعدين يعني بناتي من الشباب واولادي من الشباب ككورال كان منتهى الجمال. دي اميمه ودي شموس والله انت كمان الله عليكم ما غنيت ومحمود انتوا ما شباب انتوا شبابيك اي لا لا والله لا لا يعني انا افتكر يعني انا لازم اكون اقول رايي في الاغنيه دي بالذات انه اديتوها نضج جديد نعم وروح جديده بالاداء. وطبعا يعني زملائي او في الفرقه وعلى راسي من زميلي يعني قمنا زي ما اقولوا توأمان توأمان في الزمان الموسيقى هاي اي خلاها توأمان في الزمان محمدية فده ديلك طبعا ما الواحد ما بيقدر يقول فيهم حاجة يعني اكيد ادوها برضو بروح يعني تختلف من الروح اللي كان بيقولها يعني اللي بنقولها قبل ما انا اسمع الشباب دول الله يخليك يا صديقي الله يخليك شكرا لكم شكرا لك وده كله انا داير اخلي الدقيقة تمر عشان انفض الخماسي ده شويه عشان اقدر اعمل شيء شرقي مثلا ان شاء الله. تفضل يا استاذ الله يخليك. انه الاغنيه دي الاستاذ صنباط رحمه الله لحنها في يوم واحد نعم يعني من الحاجات المدهشه فعلا اغنيه وقصيده من القصائد يعني المعروفه جدا وصعبه جدا لا ولحن القصائد اساسا ما حاجه سهله يعني اي نعم واحيانا اللحن ما يجي للملحن احيانا يجي وكم واحيانا صعب لدرجه انه يخليك كلمه واحده تنشف ريقك اي والله لا تخليه احيانا تسيبه خالص جمال رجعنا لك رجعنا لك دي من كلمات الصديق الاستاذ الشاعر الكبير عبد الباسط السبدرات. رجعنا لك يا جمال ورجعنا الى الخماسي تفضل. رجعنا لك
غفرنا إنا بالوشاية تسطر تضل فرحة فينا رجعت رموش دموع سخينه بفرح عودتنا يومك زغرانا لكم. شكرا يا فرقة، شكرا يا أستاذ جمال، أبدعته. وزي ما قالوا أهلنا في الكلام، الفن بالسنتي وليس بالمتر. انت غنيتنا شوية، أبدعت في هذه الشوية. قبل ما أنسى عايز أحيي صديقي صلاح السعيد، الشباب بدوا الغنوة الأولانية نور بيتنا بدون ما أذكر اسمه، أذكر اسم صديقي الشاعر الراحل عوض جبريل. شال قلبه وسلا، شال قلبه وسلا. نعم، دي من الأغنيات يعني يبدو كأنها أغنية شعبية ولكن في الآخر مش كده؟ هي دي بس أنه دي ثالث لحن بالنسبة لي يعني عامله في حياتي، يعني ثالث لحن. وغناه ثنائي شباب الجزيرة، ثنائي الجزيرة، أي لكن لحنه يعني عمل لهم سمعة كبيرة جدا. والله يكتر خيرك، شكرا. أيوة لا والله احنا رايق، لان الشباب حافظينه، حافظوا عصام وحافظوا جمال، كلهم حافظينه. هيقولوا مين فيكم؟ عصام محمد نور، انت يا اخوي محتل ليه الجزيره دي؟ ها ما شاء الله، اتفضل. أشعل قلبي وسلام وخلاص ولا لا، أشعل قلبي وسلام وخلاص ولا لا، دوام بسأل عليك
جميل. شكرا يا عصام. شكرا لك يا حبيبي. نعم. هاي المشكله. يا سلام. اسحاق الحلنجي الشاعر المبدع. لا دي المرحوم معوض جبريل. لا انا بتكلم على الجاي يا عمي بشير. انا طيب بتكلم عن الفات. عليك انت، خلينا نحن في المستقبل. اسحاق الحلنجي عنده لحن رائع، عنده كلمات رائعه جدا. بناتي منار ورماز هيقولوها لنا دلوقتي بصوره اخرى. تفضل يا بناتي. Yeah.
وبعدين الكروان نادر وين موجوده والعباس في اغنيه بتاعت صديقنا علي سلطان يا مشكله ايوه اللي هي البريد تاي ايوه يا سلام على سلطان عمل غنى جميل يا سلام والله والله عمل غنى جميل وراجل رقيق كيف يا اخي وعنده اشياء جميله جد ونسيتني انا وبريد وتاي ودهر الريحان وهو على فكره ارتبط بيك انت في اغلب الاغنيات مش كده؟ ارتبط بيك انت في اغلب الاغنيات اصلا اول دور لحنت له وكان نحييك نعم حتى عمل ديوان كتاب سماه نحييك ايوه والله نادر يلا بعد العصفورتان تتناجيان جاء الكروان لا والله كانوا ممتازات جدا 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 جدا, جدا, جدا رحمة الله عليك يا عبد العزيز كان يحب الأغنية دي جدا شريف الفحيل حيقول لنا طير الجنة طير الجنة دي الشاعر المرحوم عثمان خالد يا سلام رحمة الله ده شاعر مبدع ورائع وله إبداع في كل المغنيات العملة شريف أها طير الجنة قوم طير ها بالشوق يا طير يا طير زور حالنا قول لنا اسمر اسمر يا طير زر حارتنا قول لنا اسمر اسمر على ريتنا شيل دمع الشوق ومعزتنا شيل دمع الشوق ومعزتنا
هايل 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 يا شريف، ابدعت وانت برضه عملت ليالي هايله. الله يبارك فيك. يعني اول لكن مره لكن اسعى بطريقه جننوا الليل ذات الليل. هايلين يا شباب. نمشي ليا يا محمود عبد العزيز ده هيغني لنا اغنيه من اغنيات الاستاذ بشير، كنوز محبه الاستاذ بشير عبد المجيد. دي من الاغنيات العلامات المميزه عند الاستاذ بشير، وعايز تقول عنها كلمتين اظن. كنوز محبه دي طبعا من الاغاني اللي في الستينيات. مالكم على الستينيات؟ لا ما بقول لا اقولها من الستينيات ولحد الان وقع بالنسبه للمستمع. هي صح، يعني كانوا بيستمع لها لاول مره. نعم، وانا سعيد جدا كون الليله استمع لها من محمود ده. يعني مطرب الشباب محمود عبد العزيز، ويعني الرائع المعروف يعني. تفضل. يلا بقى متعنا ابو حنفي. انا جد سعيد يعني وسط الشباب والكوكبة والناس المميزين، وانا سعيد جدا جدا الليلة اكون يعني في حضرة جلالة الاستاذ بشير عباس، وان شاء الله وانا سعيد جدا جدا ان انضم لأسرة برنامج اغاني واغاني، وانا بعتبرها إضافة يعني بالنسبة لي أنا إن شاء الله. Bye.
يا محمود يا سلام. أنا الحقيقة دار أعلق على نعم أداء محمود. أول شيء وضع لها الأسلوب المحمودي اللي هو نعم. أسلوبه هو نعم. ما حاول يعني يقلد الطريقة مثلا ديلان لا أو حتى الناس اللي قدموا أغنية دي بعد ديلان كان دائما بيحاولوا يغنوا بالطريقة الديلانية يعني غنى اللحن بأسلوبه ودي ده الفنان يا سلام. والحقيقة كمان مشكلة أنا ما داير أضيع مشهود البنات اللي سمعتهم هالساعة والناس الموجودين كل الغنى الغنوها الألحان بتاعتي الغنوها ما بالأسلوب مثلا اللي مثلا ما قلدوا غيره ما قلدوا هاي الطريقة ده الفنان أو ده الفنانات أنتم مفروض الفنان ما يقلد يكون ما عمل حاجة من عنده يعني لا. لازم يكون في نوع من التطريب نوع من الأداء يختلف من أداء الفنان العدل. فشكرا لك يا شكرا محمود وهديت يعني شكرا يا شباب يعني نلتقي يا شباب. في فرقة موسيقية إن شاء الله بأغاني جديدة إن شاء الله فرقة الموسيقية شكرا الشباب شكرا. الجلسة مستمرة مع سنجك الغناء السوداني بشير عباس. إلى اللقاء.